وللحديث عن الدعوات للتظاهر وإحياء الذكرى الثالثة لثورة تشرين، معنا من بغداد الكاتب والباحث السيد عادل الجبوري. مرحبا بك معنا. أهلا بكم الأستاذ بالقناة الرافدين الفضائية، وأهلا بالمستمعي القناة. حياكم الله. ما أهمية هذه الدعوات سيد عادل، والتي انطلقت في العراق لإحياء الذكرى الثالثة لثورة تشرين في ظل أوضاع سياسية محتدمة ومضطربة في البلاد؟ الحقيقة غدا ستنطلق الذكرى الثالثة لثورة تشرين العظيمة، الثورة التي هزت عروش الحكومة العراقية العملاء في سقوط 800 شهيد وأكثر من 100,000 جريح منذ 3 سنوات، ولم يتم تغيير هذه العملية السياسية التي طالب بها الشعب العراقي. الشعب العراقي سأم هذه الحكومة العميلة التي تداهم الفرس المجوس على حياة العراقيين. العراقيين غدا سينطلقون بقوة لإزاحة هذه الطبقة الفاسدة، الطبقة اللي دمرت العراق، اللي خلتها عراق بدون أي صحة وبدون أي تعليم وبدون أي حالة حضارية، بدون كهرباء بدون ماء، وكأنه نحن نعيش في العصور الحجرية. جاءوا من خارج العراق وهم ينفذون أجندات إلى الدول العميلة الأخرى التي يخدموها، ولا يخدمون الشعب العراقي. 20 سنة 22 سنة صار لنا نركض وراء هذول الحكام اللي يستلموا السلطة، وكافي. ثورة تشرين ستهز عروشهم ولن تبقي بهم أحد، وعليهم أن يغادروا البلد ويتركوا في العراق للعراقيين، هم الذين لديهم القدرة على إدارته وعلى عملية إعادته إلى الدول مصاف الدول العظمى. نعم. برأيك التحشيدات والإجراءات الأمنية الجارية الآن إلى ماذا تهدف؟ هل تهدف إلى الحفاظ على أمن المتظاهرين الذين ينوون غدا التظاهر والاحتشاد، أم العكس هو الصحيح، التضييق عليهم وعلى احتشادهم وعدم الاستماع إلى مطالبهم؟ لا بالعكس، ليس الخوف عليهم لكنه خوف منهم، خوف من المتظاهرين، لأنه الدستور كفل حرية التظاهر كما يقولون. إذا لما الدستور كفل حرية التظاهر، لماذا هذا الخوف؟ لماذا تغلق الجسور؟ لماذا الصبات ملأت بغداد؟ لماذا كل بغداد اليوم معطلة؟ الطلاب من يداومون؟ المنطقة الخضراء أصبحت منطقة محصنة بالكونكريت، لكن هذا ما يمنع أنه الشعب العراقي يزيل هذه العوارض الكونكريتية مثل ما أزاحها سابقا. هذا كله من خوفهم من الشعب العراقي وليس حفاظا عليهم. نعم. انتشروا بشكل مكثف بالشوارع ويحاولون يرعبون الشعب المتظاهر، لكن الشعب لن يخاف منهم نهائيا. الشعب سائمهم جدا، وهم خليف يتهمون انه الشعب سائم هذه الطبقه الحاكمه، هذه الطبقه التي دمرت البلد، دمرت العراق، دمرت مصاف الدول، ما خلت العراق في مصاف الدول المتقدمه، بعدين كان دولة متقدمة جدا. نعم. انتهى العراق بسببهم، يعني هم سبب هذه الخراب، وكلهم حكومة عميلة تسرق المال العام، الفلوس اللي تجي من النفط كلها تروح إلى لبنان. 18 مليار دولار استولت عليها المصارف اللبنانية من أموال العراق، السياسيين حافظيها في لبنان. اليوم هذا هو. نعم نعم. اليوم ماذا تبقى من العملية السياسية القائمة والتي يطالب المتظاهرون منذ عام 2019 بإنهائها، وقد فشلت في تحقيق ما وعدت به على مدار السنوات الماضية، وتفشل أيضا في إدارة البلاد الآن، وهذه أزمة شديدة في الحقيقة تراكمت منذ 2019 حتى الآن، يعني الأوضاع الآن أشد سوءا مما كانت عليه في ذلك الوقت. يعني اللي أشوفه أنا حاليا، انتهت العملية السياسية في العراق وسقطت في وحل العملاء. العملية السياسية اليوم تحتضر، ولذلك هم تشوفهم طلعوا كل القوات المسلحة لإرهاب المتظاهرين، لكن هذا لن يخيف المتظاهرين غدا، وستنطلق في كافة أنحاء العراق ليس في بغداد فقط. ومن الآن بدأت الحضور، جموع
الغفيرات أن تجتمع في ساحة التحرير من الآن. من الآن الشعب متحمس لإقامة للثورة على هذه الطبقة الفاسدة، ونزل قاموا بتحشيد الجيش في المنطقة الخضراء ومن الخوف وليس للدفاع عن الشعب العراقي. نعم. إلى أي مدى يمكن أن تشكل هذه التظاهرات أملاً للعراقيين الذين يتطلعون إلى حراك حقيقي وثورة حقيقية، والشباب اليوم يعانون معاناة كبيرة جداً تحت هذا النظام القائم الآن، لا فرص عمل ولا مستقبل في الأفق لهؤلاء الشباب؟ اليوم العملية السياسية احنا نقول انتهت، والشعب العراقي خرج سيخرج غداً لإزاحة هذه الطبقة الفاسدة اللي دمرت كل الشعب العراقي ومن ضمنهم طبقة الشباب. أي عملية، أي تعيين للشباب ماكو، أي وظيفة للشباب ماكو من سنة 2003 لحد الآن، بينما كان التعيين مركزي في العراق قبل 2003، عندما يتخرج الطالب من الكلية يصدر أمر تعيينه في الدائرة المختصة. لكن اليوم صار من 2003 يعينون أهلهم وقرايبهم وأحزابهم، والشعب العراقي يقوم بالتظاهرات في سبيل الحصول على وظيفة لكنه ما يحصل على وظيفة. الكليات الأهلية انترست بها العراق ويأخذونها الفلوس الحلوة من عندهم، ومن يتخرج ما يلقي قدامه كل أمل للتعيين ويروح يشتغل لو حمال وهو خريج طيبة وهو خريج طبيب بيطري، يروح يشتغل حمال في شورجة. هل هو هذا واقع العراق اللي يملك مئات الآلاف من آبار النفط في البصرة وفي العمارة وفي الناصرية؟ أضف إلى ذلك أستاذ عادل السلاح الذي تمتلكه الميليشيات، والذي بدلاً من أن يكون عاملاً لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد والحفاظ على أمن المواطن والشعور بالطمأنينة، هو تحول إلى مصدر تهديد للمواطن العراقي وللبلاد والاقتتال وما إلى ذلك. إلى متى يبقى هذا السلاح مسلطاً على رقاب الشعب؟ اليوم الشعب العراقي عرف أنه هذول الميليشيات هي لم تأتي لنجدتهم، أو صارت الميليشيات في وقت أنه كانوا يدعون داعش، لكن داعش انتهى. يجب على المرجعية الدينية أن تنهي هذه الفتوى ويعاد السلاح إلى الدولة وبسيطرة الدولة، لكن هذه الميليشيات تبقى لغرض إرهاب المواطن العراقي. من خوفهم من المواطن العراقي يشكلون الميليشيات، ولكن الجيش والشرطة هي كافية لإدارة الداخل والخارج في العراق. لكن نشوف يعتمدون على الميليشيات ولا يعتمدون على الجيش العراقي لأن يردون يسوون الحرس الثوري مثل ما صارت بتسريبات الأخ علي فاضل، أنه يردون الحرس الثوري مشابه إلى إيران، الحرس الحشد الشعبي مشابه للحرس الثوري، يردون يسوون ولاية الفقيه مرة ثانية في العراق. وإحنا نرفض هذه الحكومة وهذه الولاية نهائياً، وإيران خل تخرج من العراق بحسن النية من عندنا، بدل أن نخرجها بالقوة ونخرجها لا تدخل العراق مثل عام 2003. شكراً لك الكاتب الصحفي عادل الجبوري، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.